بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، معكم قريش زيان، صاحب مؤسسة مصغرة في صناعة الأبواب والنوافذ من البلاستيك أندية، وصناعة كل الأبواب والنوافذ منها الأبواب المزخرفة بكل أنواعها، وصناعة النوافذ المنزلقة بالزجاج المزدوج العازل للحرارة. أول حاجة، العنوان تاعنا في منطقة النشاطات والتخزين ولاية المسيلة ولازون داكتيفيتي. بيت نوصل الصوت نتاعي للسلطات المعنية بيدعموا الشباب، خاصة في المشروع نتاعي هذا، لأنه تكلم عليه رئيس الجمهورية في السكنات الاجتماعية والتساهمية، لأنه الأغلبية نحاول نجارة الخشب فيه، لأنه علاه رئيس الجمهورية قال ندعموا المشاريع بالبي بي سي، لأنه احنا رانا ندعموا في المنتوج المحلي بيئة من البيئة، لأنه علاش المادة الأولية هذه رانا نعتمدوا عليها في العمل نتاعنا هي منتوج محلي 100%. حبيت نوصل رسالة للسلطات المعنية على الأقل يدعمونا بمحل تجاري، لأنه أنا راني كاري في منطقة النشاطات والتخزين، على الأقل نقدر نسوق المنتوجات المنتوج نتاعي في صناعة الأبواب والنوافذ هذه بكل أنواعها والمزخرفة بالزجاج المزدوج العاجل وكل شيء، على الأقل يدعمونا بمشروع أو مشروعين لنمدوا الطاقة نتاعنا، ونقدر نوظف على الأقل بين 15 حتى 25 عامل، وخاصة في ظل الظروف هذه اللي عانينا منها كانت شوية حابسة. إن شاء الله يتمنوا يشوفوا فينا بإذن الله.